النهاردة هو ذكرى ميلاد وحش الشاشة العربية، الفنان الكبير، الفنان العظيم فريد شوقي. فريد شوقي ولد زي النهاردة عام 1920 في حي السيدة زينب في منطقة الحلمية الجديدة، وظل متربع على عرش النجومية عدد كبير من السنوات، قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة. ولا دية، سمعتي، اسمي، بص شوف مين يا وعلي. عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شفت راحة قلبي الهوى. انا راجل مثقف، انا خدت توجيهية 16 مرة. مش حشرك انت يا ثعلوب بين الملوك. انا اسف اللي بتصرف بالقسوة دي. يا عدوي الحب النبي سقف. تحل اليوم ذكرى ميلاد وحش الشاشة العربية، الفنان الكبير فريد شوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1920 بحي السيدة زينب بمنطقة الحلمية الجديدة، وظل متربعاً على عرش النجومية لسنوات طويلة، قدم خلالها مجموعة من الأعمال الفنية الخالدة. نشأ فريد شوقي وسط أجواء من التذوق الفني، فانضم إلى فرقة المخرج المسرحي عزيز عيد، وظل يتردد على مسارح شارع عماد الدين مؤدياً أدوار الكومبارس في فرق يوسف وهبي ونجيب الريحاني وعلي الكسار. قدم فريد شوقي أول أدواره المسرحية من خلال مسرحية الضحية، كما قدم أول أعماله السينمائية مع المخرج يوسف شاهين في فيلم ملاك الرحمة عام 1946، بينما جاءت انطلاقته الحقيقية في فيلم القسط حسن. وعلى الرغم من تنوع الأدوار التي قدمها الفنان فريد شوقي سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، إلا أنه اشتهر بأدوار الفتوة والبطل القوي، حتى أطلق عليه لقب الملك ووحش الشاشة، نظراً لما كان يتمتع به من قوة جسدية أهلته للعب تلك الأدوار. بلغ الرصيد الفني للفنان الراحل فريد شوقي ما يقرب من 300 فيلم، ومن أبرز أعماله الشيطانة وعنتر بن شداد ومضى قطار العمر، كما قدم عدداً من الأعمال التلفزيونية المتميزة، منها البخيل وأنا وعم حمزة والليلة الموعودة وصابر يا عم صابر، هذا بالإضافة إلى بعض الأدوار المسرحية. نال الفنان فريد شوقي خلال مشواره الفني أكثر من 92 جائزة، وحصل على جائزة الدولة عن فيلم جعلوني مجرماً، وجائزة الإنتاج من مهرجان برلين عن فيلم الفتوة، كما حصل على جائزة أفضل ممثل من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية عن فيلم هكذا الأيام، ووسام الفنون من الرئيس جمال عبد الناصر. انضم 14 فيلماً من أعمال فريد شوقي إلى قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ليرحل عن عالمنا في 27 من يوليو عام 1998، بعدما ترك إرثاً فنياً ما زال محفوراً في قلوب محبيه.